هذه قصة حدثت لامرأة موفقة في العصر الماضي ويقارنها الآن ويصادفها امرأة موفقة في هذا الزمن. لعلي بأخذ الأولى حتى ما أطيل عليكم. رجل كان في سفر وأراد أن يعني يمر على أحد أصدقائه، يعرف بينه وبينه مودة وأخوة في الله. الشاهد لما مر عليه قبل ما يقترب سلم عليه، فلما قابل عرف أخوه أخت هذا الرجل راعي البيت بيت الشعر، امرأة صالحة وموفقة، لأن قصتين هذه حول نعمة التوفيق يا أخوان. أي عمل صالح إذا لم تنال هذه نعمة التوفيق فالإنسان كما يقول أهل العلم ما بين موفق ومخذول. نسأل الله جعلنا وإياكم جميعا المستمعين من الموفقين. الشاهد فلما اقترب منا قال يا أختاه أبشرك أننا أتانا ضيف. طبعا لما سأل هذه الكلمة قال أنا على ملة أبوي إبراهيم، ما آكل وجبة إلا مع ضيف. هذه بدايتها، أي ما يأكل مفردا، يقول لا بد. الشاهد أخته لما سمعت أن في ضيف قالت على رسلك، دعني أصلي ركعتين لله شكرا أن الله وهبنا اليوم ضيفا. وفعلا صلت الركعتين ثم دخل الرجال في بيت الشعر وذهب يذب، يعني يريد أن يأخذ كما يقال يجهز الغداء. أخذ أحد كما يقال سخلة أو شيء من النعاج. انظر يا أخوان قضية حتى النساء قد تعطي رسائل تذكيرية ودعوية. كأنها مرت من أمام الخيمة والضيف جالس في المتكأ، فكأن النظر والشيطان هرس سارقها نظرة بس واحدة. فلما علمت أن نظر إليها قالت يا أخ العرب اتق الله، أما تعلم أن زين العينين النظر؟ بس أي نعم. طبعا ولم العشاء مباتر لهذا الضيف، ولما جاء آخر الليل وإذا هذا الضيف يسمع يا أخوان دوي القرآن في يعني الخيمة الخلفية بعيدة، دوي القرآن إلى قبل الفجر. طبعا لما قام صلى الفجر وبدأهم على جلسة الإفطار، هذا يعرف صاحبه قال القرآن اللي البارح سمعته، قال هذا صوت أختي. أي نعم. قال أخ والله ظننت إنها إن صوتك وإنك اللي تقوم الليلة والقرآن. فرد عليه هذه المقولة قال يا أخي هذا صوت أختي، أما تعلم أن من الناس موفق ومنهم مخذول. ذاك هذه البنت يعني أخذت هذا التوفيق. أما قصة في هذه الأيام وأنا عايشت يعني امرأة موفقة، صلى الله يغفر الله ويرحمها يا أخوان. وهذه رسالة لمن كان يعني أبو زوجها أو أم زوجها عندها في البيت. صح، الجزاء من جنس العمل، قاعدة إلى قيام الساعة يا أخوان. هذه امرأة رحمها الله رحمة الأبرار، قامت في البداية على أبو الزوج حتى أنها مرضت ثم توفي، ثم على أمه حتى كنت أزورها وهي مقعدة حتى توفيت اللي هو أم ثم زوجها أصيب بالفشل الكلوي وجلست فترة وهي تمرضة. ولما مات هؤلاء الثلاثة قيض الله لها ولدها الوحيد سبحان الله، فجعل الله امرأته صالحة. وقامت بهذه المرأة التي خدمت العم والعمة والزوج حتى وارتها يعني التراب قبل يمكن سنة تقريبا، وأصبح الناس يتذاكرون هذه المزية. وأقول هذا توفيق من الله لهذه المرأة والجزاء من جنس العمل، وأسأل الله أن يكون في نساء المسلمين الصالحات المصلحات. جزاك الله خير، ما شاء الله ما شاء الله، الله يرضى عليك.